حضورنا اليوم بجامعات القليعه بعماله كان ايت ملول في اطار واحد البرنامج تكويني لوزاره الداخليه بشراكه مع عماله كان ايت ملول وجمعيه بدره خير. المشروع هذا اللي تيستهدف المستشارات والنساء فاعلات في المهارات التواصليه وكسب التأييد كيضم واحد البرنامج تكويني ديال المده ديالو اللي 6 اشهر اللي كيستهدف المستشارات والفاعلات بالمجالس المنتخبه لعمله انسكان ايت ملول، واللي الهدف منه انه كيستهدف تطوير القدرات القانونيه للنساء المنتخبات وكيساعدهم ايضا في اليه اتخاذ القرار على مستوى الجماعات الترابيه. هذا البرنامج التكويني هذا اللي غادي يستافدوا منه المستشارات الجماعيات بالمجالس المنتخبه اللي غادي يساعدهم في تعزيز دور المراه في الاليات والهيئات والتشاركيه ومقاربه النوع. رشيد المعيفي رئيس المجلس الجامعي لمدينه زكان، اليوم نحضر في اطار دوره تكوينيه من تنظيم جمعيه بدر الخير وبدعم من صندوق دعم تمثيليه النساء، الندوه والدوره اللي كانت تكوينيه من اجل تقويه قدرات النساء في تدبيرهم للشان المحلي. وكما كتعرفوا اليوم دور المراه وما ينص عليه الدستور الاحقيه ديالها في الدفاع عن الوطن ديالها والدفاع عن المدن والاحياء ديالهم. المراه اليوم والله ترقم صعب داخل تدبير هذه الدوره التكوينيه داخله في هذا الاطار باش نقويوهم تكون عندهم معارف ومجموعه ديال المعلومات اللي يقدروا من خلالها انهم يمارسوا المهام ديالهم السياسيه والتمثيليه للمواطنين على احسن وجه ويديروا واحد القيمه مضافه للقرارات ديال المجالس ويدعموا المجالس ديالهم بالاراء وبالافكار وكذلك بمجموعه ديال المشاريع. نتمنوا لهم التوفيق ونتمنوا التوفيق لجمعيه بدره الخير على هذه البادره ونتمنوا انهم يستمروا ويتواصلوا بطريقه افضل وبمواضيع متعدده اللي من خلالها يقدروا يطوروا مجموعه ديال الامور مجموعه ديال المهارات اللي يمشوا للامام ويزكيوا ما جاء به الدستور في الحقيه ديالهم في التدبير وفي التسيير ديال المرافق الجماعيه. السلام عليكم ورحمه الله. مكشار رئيسه لجنه التكوين والتعاون بجهه سوس ماسا. انا اليوم عيطت عليا السيده الرئيسه بودره خير للتنميه الاجتماعيه والثقافيه حول دوره تكوينيه في موضوع تشكيك التجارب والممارسات واثره في تقويه قدرات النساء، وهذه التكوين دارتهم باش تقوي قدرات النساء على التسيير في الجماعات وفي الجهات وفي المجالس الاقليميه كالنساء اللي كي يشدوا مناصب بحال نائبات الرئيس ولا في اللجان باش يعرفوا كيسيروا. وتبارك الله زعما كان تكوين في المستوى وكانوا اساتذه تبارك الله عليهم في المستوى وكانوا النساء ديالنا تبارك الله عليهم دوزوا هاد 6 تكاوين بواحد التحدي مزيان وخرجوا فيه بنتيجه زوينه. وكنتمناو من الاقاليم الاخرى يديروا نفس التجارب باش يقويوا القدرات ديال النساء ديالنا في جهه سوس ماسا. وكنشكروا القائمين على بحال هاد التكوينات اللي كيستافدوا منهم النساء. لم يقطني عضوه المجلس الجامعي بتشيره، احنا اليوم تنتواجدوا في دوره تكوينيه السادسه الاخيره من خلال مجموعه ديال الدورات التكوينيه اللي استفدنا منها اللي دعمها الوزاره الداخليه تحت اشراف ديال جمعيه بدره الخير اللي من خلالها استفدنا من عدة تكوينات كتعزيز القدرات النسائية للمنتخبات، دعم المكتسبات المسجلة في المجال التمثيلية النسائية بالمجالس المنتخبة، خصوصا احنا عندنا أول تجربة في السياسة وهذا البرنامج اللي دارته الوزارة الداخلية والجمعية استفدنا به أكثر وتنشكرهم على هذا التفاتة لنا كمنتخبات.